يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. دايما أولى حلقات الأسبوع بتكون غاية في الأهمية، لأن بيكون عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء عالميا محليا. وقبل كل ده، كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي هيكون كل ده معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة. بالتالي هي حلقة مهمة جدا، كمان عندنا تعليق على بعض الأمور اللي لازم يكون لينا فيها رد، ولازم نوضح كل حاجة زي ما هو معتاد من خلال برنامجنا لجماهير النادي الأهلي. لكن دايما بيكون تواصل حضراتكم معانا مهم للغاية من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو سؤال بيتعلق بلاعب النادي الأهلي الجديد ميكي سوني. رأيك المبدئي، خلي بالك من السؤال، رأيك المبدئي في صفقة الأهلي الجديدة ميكي سوني بعد ما شارك في دقائق على مدار مباريتين، سواء مباراة طلائع الجيش في السوبر أو مباراة إنبي بالأمس في كاس مصر. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم كما هو المعتاد في الجزء الأخير من حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم وسأني في تدريباته غدا. في الترند المحلي، كيروش يعلن قائمة المنتخب لمباراة ليبيا. أما في الترند العالمي، ميسي يعود لتدريبات باريس استعدادا لمانشستر سيتي. طيب النهاردة في مباريات كتير في مختلف الدوريات، هنقول أهم هذه المباريات، لأن زي ما احنا عارفين دايما متابعة الدوريات الأوروبية بتكون مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن كلها مباريات بتبقى ممتعة في الحقيقة. زي ما شفنا امبارح في الدوري الإنجليزي كده، مباريات كلها كانت غاية في الندية والإثارة كما هو المعتاد، طبيعة الدوري الإنجليزي كده. لكن لسه في مباريات كمان مهمة النهاردة. خلينا نبتدي بالدوري الإنجليزي الأهم، واللي يعني بيشهد متابعة أكبر بكتير عن أي دوري آخر. فالنهاردة في ماتشين في الدوري الإنجليزي في إطار الجولة رقم 6 من البريمير ليج. ساوثهامبتون مع ويلبرهامبتون، المباراة انتهت بفوز ويلبرهامبتون بنتيجة 1-0. أحرز الهدف راؤول خيمينيز، أعتقد أول هدف ليه من فترة طويلة جدا، لأنه هو كان غاب بسبب إصابة كانت في الرأس خدت منه وقت كتير. يعني النهاردة قمة من قمم هذه الجولة، بخلاف مباراة القمة اللي كانت امبارح ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي واللي تفوق فيها مانشستر سيتي 1-0. لكن النهاردة مباراة أيضا مهمة جدا ما بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير، مباراة هتكون في تمام الساعة 5:30 مساء. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني، فالنهارده في مباراة لعبت ما بين ريال مايوركا وأساسونا، أساسونا فاز 3-2. مباراة بتتلعب في هذه اللحظات ما بين برشلونة وليفانتي، يعني يا ريت تقولوا لي يا جماعة النتيجة كام؟ و 2-0 برشلونة. طيب يعني برشلونة ابتدى يستفيق واضح من خلال هذه المباراة، فمتقدم حتى الآن بنتيجة 2-0. أما ريال سوسيداد مع إليتشي، مباراة الساعة 6:30. رايو فاليكانو مع قادش، أيضا مباراة في نفس التوقيت، و الساعة 9 بالليل مباراة ريال بيتيس مع ختافي. دي مباريات الدوري الأسباني. أما بخصوص الدوري الإيطالي، فيوفنتوس مع سامبدوريا، خلصت المباراة فوز يوفنتوس 3-2 في مباراة شهدت خروج ديبالا بإصابة، وبكى كمان أثناء خروجه وأحرز هدف خلال هذه المباراة بالمناسبة. ساسولو مع ساليرنيتانا انتهت بفوز ساسولو 1-0. أودونيزي مع فورنتينا 1-0 فورنتينا، انتهت المباراة. إمبلي مع بلونيا 4-2 لإمبلي. الساعة 6 لاتسيو مع روما، والساعة 9 لربع نابولي مع كالياري. الدوري الألماني، بخوم مع توتنهام، أو عفوا بخوم مع شتوتغارت، توتنهام في الدوري الإنجليزي. دي مباراة حتى الآن يعني بتقام، والتعادل السلبي فيها بدون أهداف. فرايبورغ مع أوكسبورغ، دي مباراة هتكون الساعة 5:30. اللي يهمني في مباراة بخوم وشتوتغارت إن نجمنا المصري عمر مرموش بادي المباراة وبيأدي أداء جيد، وفي اهتمام كبير جدا بيه، وفي تطور كمان في مستواه، ده أمر واضح جدا. هو أحد العناصر اللي تم استدعائها في منتخبنا الوطني لمباراتي ليبيا، اللي نتمنى فيها كل التوفيق للمنتخب بإذن الله تعالى عشان يعتلي صدارة المجموعة في إطار المنافسة على التأهل لبطولة كأس العالم بإذن الله تعالى. طيب خليني أروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض التفاصيل والأمور المهمة جدا جدا، وكمان هنعلق على مباراة الأمس وتفوق النادي الأهلي على إنبي، فبالتالي في كلام كتير جدا عندنا، بس بعد الفاصل استنونا.
اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نبتدي الكلام في الفقره دي عن مباراه الامس وفوز النادي الاهلي وتفوقه على انبي بنتيجه 1-0 في دور ال 16 من بطوله كاس مصر، ويتاهل النادي الاهلي رسميا لدور الثمانيه علشان يقابل بيراميدز في هذه المرحله، وان شاء الله باذن الله تكون خطوه اخرى للنادي الاهلي في هذه البطوله علشان يقدر يوصل ويحافظ على لقبه بطوله كاس مصر. لكن اللي بيهمني من المباراة امبارح مكاسب النادي الأهلي، ده الأمر المهم بالتحديد بعد ما خسرنا السوبر أمام طلائع الجيش. في مفاجأة بصراحة إن الأهلي يخسر من الجيش، لكن ده أمر وارد في كرة القدم، خصوصا الأهلي كان وحش قوي 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 في مباراة الجيش. أنا بتكلم بصراحة، يعني إحنا كنا وحشين جدا في مباراة الجيش في ماتش السوبر، لكن امبارح الأهلي مختلف. امبارح الأهلي كان فيه أداء نسبيا جيد في اختلاف عن مباراة السوبر. بعض اللاعبين أو أغلبية اللاعبين كانوا في مستواهم، الإصرار الروح اللي دايما متعودين عليها من لاعبتنا كانت موجودة، تفوق أكتر من لاعب. فعلشان كده عايز أقول المكاسب بتاعت النادي الأهلي، اللي أكيد حضراتكم طبعا كعشاق للنادي الأهلي ومتابعين بشكل كويس جدا للفريق عارفين إيه هي مكاسب النادي الأهلي بالأمس. لكن خلينا نبتدي نتكلم على أحمد عبد القادر مثلا، واحد من نجوم المباراه امبارح، عمل ماتش كبير جدا، اول مشاركه ليه رسميه مع النادي الاهلي بعد ما كان طلع اعاره لسموحه. لكن اللاعب تحس ان هو بقاله فتره مع الفريق، مهارات ايه واداء ايه وثقه مميزه جدا عند اللاعب، فواضح ان هو هيكون اضافه لو استمر على المستوى ده وبقى احسن من كده كمان، هيكون اضافه مؤكده للنادي الاهلي. من ضمن كمان المكاسب اليو ديانج طبعا نجم المباراه، ده تحطه كده على جنب يعني، ده ما تتكلمش عنه خالص، ده مش محتاج تقييم يعني. يعني مش محتاج ان احنا نقعد نقول ديانج النهارده حلو النهارده وحش، لا ده واحد بره التقييم بصراحه، ده في حته تانية. مش بقلل من اي حد في المركز ده خالص، لا كل اللعيبه عندنا ممتازه، حمدي فتحي السولية طبعا ممتاز جدا، حمدي فتحي ممتاز جدا، كل اللعيب اكرم لو لعب في المكان ده ممتاز جدا، لكن ديانج مختلف شويه وده طبيعي، كل لاعب بيبقى ليه مميزاته، ممكن ميزه عند اللاعب ده تدي له افضليه عن لاعب اخر كلام من ده. فديانج ده مش محتاج تقييم، ده نركنه كده على جنب، ما شاء الله لا قوة الا بالله عليه. كهربا انبسطت قوي 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 من اداء كهربا امبارح، جمهور الاهلي كمان ردود الافعال كانت واضحه جدا بشكل ايجابي على كهربا، واضح ان هو بيشتغل عايز يجي، عايز يرجع للمستوى اللي احنا متعودين. يا جماعه احنا عندنا لعيب جامد قوي اسمه كهربا، والله عندنا لعيب بكواليتي ممتاز، لعيب جامد جدا كهربا. محتاج ايه كهربا؟ زي ما هو مركز كده الفتره دي يستمر في التركيز، ادي حاجه. وانا في اعتقادي الشخصي ان هو محتاج دقائق كتير عشان يرجع كهربا اللي احنا عايزينه، دي طبعا رؤيه فنيه تتعلق بالجهاز الفني، هو ادرى بكل شيء، الاهم مصلحه الفريق في كل الاحوال، لكن اعتقد دي بدايه حقيقيه لكهربا امبارح، كان مميز جدا في المباراه. من ضمن برضو اللعيبه اللي حابين نتكلم عنهم بدر بنون، بان قد ايه اهميته وتقله ورزانته في خط الدفاع ومساعدته في بناء الهجمه بالنسبه للفريق ككل، حاجه ايجابيه جدا. واللاعب اللي سؤال حلقتنا بيتعلق بيه النهارده هو ميكي سوني. ميكي سوني نزل عمل نشاط سواء في الماتش ده او الماتش اللي قبليه، برضو من اللعيبه المختلفه، يعني احنا الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا لعيب بمواصفات ميكي سوني. هو ممكن تحس ان جسمه قليل شويه بس عفريت، هو عفريت في الملعب، يقدر ان هو بيتنطط كده تحس ان ما تعرفلوش هو مكانه فين، لعيب بمواصفات مختلفه عن اللعيبه الموجوده، ودي حاجه مهمه قوي ان انت يكون عندك تنوع في القدرات عند الفرقه بتاعتك في القائمه بتاعتك. فهو مباشر طبعا يصعب الحكم عليه دلوقتي، لسه لعب ماتشين بس مش كلهم كمان، لكن في بوادر جيده وايجابيه من خلال ميكي سوني. حسام حسن كان يعني جيد لحد ما لما نزل، ما خدش وقت كتير، لكن لسه برضو اللعيبه كلها محتاجه وقت بالتحديد الصفقات الجديده. فبالتالي هي كانت مباراه مهمه وخطوه جيده بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر. لكن ركز معايا بقى في الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي لانه كلام مهم جدا، وفي اطار الشائعات المبالغ فيها اللي بتطلع عن النادي الاهلي. في كام واحد كده انتم عارفينهم، كام واحد مع كامل الاحترام والتقدير ليهم، هم عايزين ياخدوا الاهلي في سكه ايه؟ سكه ايه؟ يمشوا كده؟ ياخدوا الاهلي في سكه عدم الاستقرار الفني وكمان الاداري. هم شايفين الاهلي مستقر، شايفين ان حصل كلام كتير قوي على موسيماني بعد ماتش الجيش، وانا واحد من جمهور الاهلي بشوف ان ده غير منطقي. بنزعل، لو
لما بنخسر بطولة بنزعل، ما فيهاش أي مشكلة، لكن ما فيش الأسباب الكافية اللي تؤدي لرحيل موسيماني. يعني ممكن يكون في سبب اتنين، لكن أسباب كافية تخليني إن أنا أخد قرار. أنا مش بتكلم على سنة مجلس إدارة، ولا أعرف الناس بتفكر إزاي في المجلس ولا كلام من ده، أنا بتكلم كرؤية واحد من جماهير النادي الأهلي. ما فيش أي أسباب كافية تخليني إن أنا أمشي موسيماني وأجيب واحد تاني في بداية موسم زي ده. في كمان إيه؟ في موضوع صفقات أنا اتعاقدت معاه والتنسيق مع المدير الفني، وبالمناسبة في الحتة دي مش معنى أصل المدير الفني موسيماني هو اللي اختار مثلا بيرسيتاو على اختار ميكيسوني على اختار مش عارف اللعيبة اللي جت دي، مش معناه إن الناس في النادي الأهلي ما لهمش دعوة، أصل المدير الفني هو اللي اختار، لأ هو كله بالتنسيق. الأهلي ما يجيبش لعيب غير لما يكون مقتنع بيه، كبقى لجنة التخطيط، ككابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، بتسمع رغبات المدير الفني، اتفقت مع رؤيتك الفنية، تمام، بتاخد يعني ايه خطواتك في التعاقدات يعني. فدي جزئيه مهمه يعني، شيء بالشيء يذكر. لكن الكام واحد دول اللي بيحاولوا ان هم ياخدوا في الاهلي في الطريق ده، قال لك امبارح ايه؟ قال لك الاهلي قبل الماتش، قبل الماتش بساعتين ثلاثه، قال لك الاهلي ايه؟ بيتفاوض مع جروس. كلام غير حقيقي بالمره، خد مني الاكيد، اسمع مني بس. ما حصلش اي تواصل من مسؤولي النادي الاهلي مع اي مدير فني اخر، سيبك بقى لا جروس ولا مش جروس ولا اي حد، مفيش اي تواصل. بالمناسبه برضو وارد ان يبقى في متغيرات في كره القدم، دي مش مضمونه، مش مضمونه، بس انا بتكلم على الفتره اللي احنا فيها دي، مفيش اي تغييرات هتحصل للمدير الفني في النادي الاهلي. ممكن حضرتك ما تكونش مقتنع بموسيماني، ممكن انا اكون مقتنع او مش مقتنع، ممكن اي حد، لكن في نفس الوقت في ناس احنا عندنا ثقه فيهم هي اللي بتدير. ومن خلال ان احنا عشنا في النادي الاهلي كتير، ومن خلال جمهور النادي الاهلي اللي حافظ كويس سيستم النادي، مش الاهلي اللي بيحاسب بالقطع. هتقولي طب ما هو مفيش قطعه ولا حاجه، اهو احنا خسرنا بطولتين ورا بعض، دوري وسوبر. هقول لك ماشي، الدوري ليه ظروفه احنا كلنا عارفينها، حلو. السوبر مباراه واحده خسرناها بضربات جزاء كنا وحشين جدا فيها، اهو انا بقول كنا وحشين جدا فيها، نستحق الهزيمه، مش بختلف معاك، سواء بقى على بخصوص القرايه الفنيه مستويات اللعيبه، احنا كنا وحشين نستحق الهزيمه. لكن هي دي اسباب كافيه؟ مش كافيه، مش كافيه. في ثقه كبيره جدا في موسيماني، في الجهاز الفني، وفي مشروع بيتعمل في النادي الاهلي. المشروع ده مش هيكمل غير بدعم الجمهور، مش هيكمل ومش هينجح غير بمسانده جمهور النادي الاهلي اللي عنده قدر كافي جدا من الوعي. ممكن البعض يكون ليهم رؤيه تانية تحترم، ده امر مؤكد، لكن في نفس الوقت لازم ان احنا ما نديش فرصه كجمهور، ما نديش فرصه للناس اللي عايزه تهد استقرار النادي الاهلي سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني. تلاقي واحد عنده مشاكل في ناديه قد كده وازمات في ناديه قد كده ويتكلم على النادي الاهلي ويحاول يخلق له ازمات، مالك انت ومال الاهلي؟ خليك يا سيدي في ناديك وفي مشاكله وازماته، ربنا يوفقكم في حلها، مفيش مشكله. لكن مالكش دعوه في نفس الوقت بالنادي الاهلي، ولا تحاول تعمل مشاكل للنادي الاهلي، الاهلي مستقر، مفيش اي مشاكل، وارد جدا ان انت يبقى يومك مش يومك، تكسب تخسر، دي كره القدم. لكن في نفس الوقت اللي انت لازم تكون متاكد منه ان في مشروع بيتعمل في النادي الاهلي، وبالمناسبه المشروع ده وهو بيتعمل انت بتاخد بطولات، ومش اي بطولات، انت بتاخد افريقيا مرتين وبتروح كاس العالم مرتين، وبتاخد سوبر افريقي، وفي طريقك باذن الله واحد احد انك تاخد السوبر الافريقي الثاني. فالمشروع هيستكمل باذن الله تعالى. برضه بقول لحضراتكم في متغيرات ممكن تحصل في الكوره على حسب ايه النتائج، على حسب الامور هتمشي ازاي، لكن زي ما انا بتكلم معاكم لحد دلوقتي المشروع بيكتمل في النادي الاهلي وهيستمر ان شاء الله باذن الله لحد لما تحقق الاهداف اللي انت عايزها. ولو حصل اي حاجه مختلفه في كره القدم كل شيء وارد، يعني انا بتكلم معاكم لغايه هذه اللحظه بوضوح تام. الناس بتتكلم على المدرب العام، هل هيبقى في مدرب عام هيجي او لا؟ طب كابتن سامي قمصان هو اللي موجود مش موجود، كلام من ده. لسه الناس ما قررتش في النادي الاهلي، لسه مفيش، او مش عايز اقول ما قررتش، كل شيء متروك للرؤيه الخاصه بيهم بالتنسيق مع موسيماني لجنه التخطيط، وهيتم اتخاذ قرار. لكن زي ما احنا عارفين لحد دلوقتي هو الكابتن سامي قمصان، مفيش كلام يعني كتير في الموضوع ده حتى هذه اللحظه. ناس كتير بتسالني على موقف جونيور اجاييه، لسه موقفه زي ما هو، زي ما حكينا لكم قبل كده. بعض كمان بيتكلم على هل وارد الاهلي يعمل صفقات ثانيه ولا لا. بنسبه 99.9% الاهلي مش هيعمل صفقات ثاني، ومش هيبقى فيه تعاقد مع اي لاعب الا لو حصل ظرف طارئ مثلا باصابه لعيب مهم عندك لا قدر الله، او حاجه شبه كده يعني، فممكن ساعتها تفكر. لكن حتى هذه اللحظه الاهلي معاه قائمه ممتازه من اللاعبين وتعاقدات مميزه جدا.
ده باختصار بخصوص النادي الاهلي على مدار الايام اللي فاتت واخر الجديد. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الامور الاخرى الهامه سواء محليا او كمان لسه امور تتعلق بالنادي الاهلي. استنونا. طيب النهارده كارلوس كيروش وجهازه المعاون جهاز المنتخب الوطني الاول اعلن قائمه المنتخب للمباراه الوديه امام ليبيريا في اطار الاستعداد لمباراتي ليبيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم اللي ان شاء الله باذن الله منتخبنا يكون موفق فيها. اختار كيروش 7 من الاهلي. خليني اقول لحضراتكم القائمه بشكل كامل: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد ابو جبل، محمد بسام، محمد صبحي، دول رباعي حراس مرمى المنتخب في القائمة دي. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، علي جبر، باهر المحمدي، أحمد توفيق، أكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، طارق حامد، مهند لاشين، محمد مجدي أفشة، عبد الله السعيد. في الهجوم: محمد شريف، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، وأحمد سمير. ده بخلاف طبعا المحترفين اللي هينضموا بعد مباراه ليبيريا او لما يكون في يعني فتره الاجنده الدوليه تكون متاح ينضم فيها اللاعبين لما يخلصوا ارتباطاتهم يعني في اوروبا. لكن هي دي القائمه المحليه. انا عاجبني قوي بصراحه اختيار مهند لاشين، لانه هو لعيب ممتاز من افضل اللعيبه الموجوده في مصر في مركزه، زي عمرو السوليه كده يعني بيلعب في نفس المكان ده وبيلعب في 6 كمان، مركز 6 و8 ماشي بشكل ممتاز. فدي معناها ان الجهاز الفني مركز كويس، بيعرف بيختار مين. هو عمل ماتش كبير قوي قدام الاهلي، كان احد ابرز نجوم طلع الجيش. فانت مش حاجز اماكن للعيبه معينه، لا انت بتختار لعيبه انت عارف ان هم يستحقوا ان هم ينضموا لمنتخب مصر، فدي حاجه جيده في الحقيقه. بالمناسبه كيروش كان طلب من بعض الانديه اللي اختار منهم لعيبه ان هم يدوا اجازه النهارده وبكره للعيبه دي من التدريبات عشان يشتغلوا معها في التدريبات بداية من بعد بكرة بإذن الله، وكان في تجاوب من الأندية دي أو من أجهزتها الفنية، ده أمر مهم. طيب الحاجة التانية المهمة في الشأن المحلي النهاردة: رابطة الأندية الدوري الممتاز الجديدة اللي تم إنشائها كان أول اجتماع ليها انطلق في تمام الساعة 12 ظهرا، اجتماع قعد تقريبا حوالي 4 ساعات، لكن في قرارات مهمة قوي قوي من خلال أول اجتماع ده. أول حاجة تم اعتماد موعد انطلاق بطولة الدوري الجديد يوم 25 أكتوبر بشكل رسمي خلاص بإذن الله تعالى. حلو حلو، يعني كمان شهر تقريبا من دلوقتي. القرار الثاني، وده قرار هيبقى فيه كلام كتير في وجهة نظري، لأن قال لك إيه، إحنا هنعمل بطولة جديدة هي بطولة كأس الرابطة على غرار يعني إيه غرار إنجلترا. يعني إنجلترا عندهم كأس الاتحاد، بطولة كأس الاتحاد وبطولة كأس الرابطة بخلاف الدوري اللي هو البريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز يعني. طيب قبل ما تاخد القرار ده، هل انت درست كم الارتباطات اللي عند الانديه واحنا اصلا بنعاني من ماتشات الكتير وان الدوري عندنا مش منتظم لان في ارتباطات افريقيه وعالميه ومحليه ومنتخب وتصفيات وكلام من ده؟ هل الكلام ده كله تم دراسته عشان يتاخد قرار زي ده؟ مش عارف. اتمنى ان يكون القرار بعد دراسه كافيه وبعد تفكير كويس يكون في صالح الكرة المصرية. احنا بنحاول نشيل ماتشات لكن تم يعني انشاء او تدشين بطولة جديدة، ده بجانب كاس مصر في اعتقادي، يعني كاس رابطة حاجة، كاس مصر حاجة تانية يعني بخلاف الدوري. كمان من ضمن القرارات، حددت الرابطة مبدئيا يوم 5 اكتوبر المقبل موعد لسحب قرعة الدوري الممتاز، ودعوا كمان ممثلي الأندية للاجتماع في يوم الخميس المقبل لعرض تصور الموسم الجديد، وهل الموسم يبقى، لأن كان ده أساس الاجتماع النهاردة، الموسم يبقى شكله عامل ازاي أو الدوري تحديدا يبقى شكله عامل ازاي، التصور بتاعه ايه، هل دوري من مجموعتين من مجموعة واحدة زي ما هو ولا مثلا من دور واحد وبعد كده يبقى فيه إجراءات أخرى يعني. فده اللي هيتم مناقشته مع ممثلي الأندية يوم الخميس المقبل عشان يتم اتخاذ القرار النهائي. دي أهم الأمور والأخبار المحلية النهاردة. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل استدنا. أخبار الأهلي في الحسابات الرسمية المختلفة من خلال ترند الأهلي وعلى السوشيال ميديا. نبتدي بفلاش كورة، واللي بيقولوا أن أليو ديانج أكثر لاعبي مباراة الأهلي وإنبي قطعا للكرة 14 مرة. ديانج ما شاء الله عليه، يعني لاعب مهم جدا 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 يعني. أقعد أقول جدا بقى براحتك للصبح يعني. تعال نروح كمان لحساب في الجول على فيسبوك او تحديدا على تويتر، وبيعرضوا ارقام ميكيسوني في ثاني لقاءاته مع الاهلي. لعب 36 دقيقه، صنع فرصه
محاولات على المرمى ما كانتش موجوده، ارتكاب الاخطاء خطا واحد 29 تمريره، 90% من التمريرات دي كان ناجح، 6 مراوغات ناجحه من اصل 6 بالمناسبه، وفاز بالكره 6 مرات وخسر الكره مرتين. ارقام جيده ومبشره، يعني ان شاء الله باذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي هو وصفقات الاهلي الجديده مع طبعا اللعيبه الموجوده في الفريق طبعا اللي هي لعيبه مميزه جدا. نروح لحساب في الجول على فيسبوك ايضا وتصريحات للدكتور احمد ابو عبله، واللي بيقول لا صحه لتقديمنا تقرير طبي باصابه محمد شريف وقفشه لمنتخب مصر، الاثنين ما عندهمش اي مشكله، هم بيعانوا من اجهاد، وحتى انا تابعت كلام موسيماني امبارح في المؤتمر الصحفي وكان عنده كل الحق في ان اثنين زي دول بالتحديد بيعانوا من اجهاد كبير بسبب ضغط الماتشات وتلاحم المواسم وانضمامهم للمنتخب وكلام من ده، فممكن عشان كده المستوى بتاعهم مش احسن حاجه على مدار الماتشين اللي فاتوا. خلينا كمان نروح لليوم السابع، حسامهم على فيسبوك، واتحاد الكره يرفض تطبيق تقنيه القهوه. الخبر ده بقى بصراحه مهم جدا، يعني قال لك ايه؟ قال لك اصل اتحاد الكره رافض ان يكون في تقنيه الفار في دور ربع النهائي في مباراه مين؟ الاهلي وبيراميدز، لان هم واخدين قرار ان كاس مصر ما يبقاش فيه فار لغايه دور نصف النهائي، بدايه من نصف النهائي والنهائي يبقى الفار موجود. واحنا بعد ما شفنا الاخطاء امبارح، لان كان لينا جون بتاع حسام حسن جون حلو قوي، الكوره واضحه جدا ان هي مش اوفسايد لان هي مرتده من لاعب الخصم، فبالتالي كان قرار غريب. لو الفار موجود في اعتقادي كان هيتم احتساب الهدف لانه هدف صحيح 100%. فهي دي المشكله. طب انت لما هيبقى عندك ماتش بحجم مباراه الاهلي وبيراميدز مع الاخطاء دي، اذا كان احنا بنلعب فرقه اهو الجون اهو، شكرا يا بيبو فكرنا بيه، جون ما فيهوش اي حاجه، يعني لو وليد سليمان مديها لحسام حسن مره واحده ماشي هقول لك طبعا اوفسايد، لكن هو وليد سليمان مبصيها لواحد تاني اصلا فخبطت في المدافع، يعني الكره اتجاهها اختلف تماما فخبطت في المدافع، جات لحسام بصراحه اتصرف فيها بشكل ممتاز لكن ما اتحسبش الهدف. فما بالك احنا في ماتشات ام بي، يعني ماتشين بتوع الدوري السنه اللي فاتت بالفار كان في اخطاء قد كده ضد النادي الاهلي بالفار، لما مش هيبقى في فار هيعملوا فينا ايه؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ فانا مستغرب. استثنى مباراه الاهلي وبيراميدز استثناها، فهنشوف ايه اللي هيحصل، لكن هو في الغالب طبعا ما فيش فار طبقا لهذا الخبر. خلينا نروح لليوم السابع، الاهلي يقرر تجميد ملف المدرب العام للفريق، لسه ما فيش اي تفاصيل في الملف ده خالص يا جماعه، وانا في الحقيقه ما عنديش معلومه اكيده في الجانب ده تحديدا، هننتظر نشوف ايه اللي هيحصل، لكن كله بيبقى يعني مش هيجي الاهلي كده يفاجئ موسيماني يقول له لا بقول لك ايه خد ده معاك، لا 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 خد الراجل ده معاك في الجزمه، لا مش هتمشي كده، هيبقى بالتنسيق لو في قرار او في اتجاه في الجزئيه دي مع الراجل، ايه رايك؟ طب نجيب ما نجيبش؟ طب وفي الاخر يوصلوا لقرار يعني. ده بخصوص هذا الخبر. خلينا كمان ناخد اخر حاجه، بص بقى هما هنا مشوا موسيماني خلاص، واخد بالك؟ يعني هو هنا كده في الوطن سبورت بيقول لك ايه؟ عاجل تقارير تكشف المرشحين لخلافه موسيماني في الاهلي، يعني الراجل مشي واحنا ما نعرفش. يعني موسيماني كده مشي زي ما مكتوب في الخبر، وان في مرشحين قد كده، انا بقول لحضراتكم مفيش اي مرشحين ومفيش اي مفاوضات مع اي حد، والمدرب موجود، المدرب موجود مع النادي الاهلي. تاني بعيد، المتغيرات وارده في كره القدم، مفيش حاجه مسلم بيها، لكن انا بتكلم في الفتره الحاليه اللي احنا موجودين فيها، الراجل موجود مكمل مع النادي الاهلي، مفيش اي اتجاه مخالف لكده خالص خالص، ومفيش اي قائمه للمرشحين زي ما موجود في الخبر كده، لان هم واضح ان هم خدوا قرار، يعني الوطن مع كامل احترامي ليهم خدوا قرار ان موسيماني يمشي من نفسهم، ما لهمش دعوه بالاهلي، اهلي ايه يا عم وبتاع ايه ومجلس اداره ما لناش دعوه. فده خبر من ضمن الاخبار الغريبه يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا الترند العالمي واخر الاخبار العالميه المهمه جدا جدا، واهم حاجه طبعا بالنسبه لنا احنا كمصريين نجمنا العالمي محمد صلاح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عليه حاجة تفرح، يعني مثال يحتذى به محمد صلاح ده والله العظيم. قدر إن هو يوصل ل 100 هدف في الدوري مع ليفربول، ده من خلال حساب الدوري الإنجليزي طب في البداية يعني الأول، واللي احتفى بمحمد صلاح نجم ليفربول بعد تسجيله للهدف رقم 100 مع الفريق كأسرع لاعب في تاريخ ليفربول يجيب 100 جول في الدوري، يعني بنتكلم على الدوري بس يعني. فدي حاجة إيجابية جدا، وهو أسطورة من أساطير ليفربول، ده أمر مؤكد مش محتاج
انتظار اي حاجه او اي اداء اخر من صلاح او اي ارقام اخرى من صلاح. يعني بالمناسبه كمان المنتخب الوطني هنأ صلاح النهارده برقمه الجديد من خلال الجهاز الفني بقياده كروش وضياء السيد وكل اعضاء الجهاز الفني، هنأوه وتمنوا له دايما التوفيق، ودي حاجه جيده جدا. طيب من ضمن كمان الاخبار اللي تتعلق بمحمد صلاح من حساب سكواكا للاحصائيات، واللي اتكلم على تويتر بان اربع لاعبين فقط في تاريخ ليفربول استطاعوا ان هم يوصلوا ل 100 هدف في الدوري، برضو خلي بالك الدوري بس، فاربعه بس اللي قدروا ان هم يجيبوا 100 هدف في الدوري مع ليفربول. اول حاجه روبي فاولر 128 هدف، ده اسطوره من الاساطير. اسطوره ثانيه ستيفن جيرارد 120 هدف. اسطوره ثالثه مايكل اوين، طبعا مايكل اوين بتاع ليفربول غير مايكل اوين بتاع مانشستر يونايتد وبتاع ريال مدريد وكلام كده يعني. فاوين جاب 118 هدف، ومحمد صلاح نجمنا المصري 100 هدف، ولسه قدامه الفرصه ان هو يكسر الارقام دي باذن الله تعالى. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر عن صلاح وتقييم، ده من خلال طبعا حساب في الجول على تويتر، تقييم صلاح امام برينتفورد امبارح. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي 3-3، صلاح احرز الهدف الثاني لليفربول. التقييم اختلف بين 6 او 7 او 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع 7.2 درجه للاعب في المباراه افضل لاعبي ليفربول. لم يتفوق اي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح غير كورتيس جونز اللي جاب هدف رائع جدا من تسديده مميزه بمتوسط تقييم بلغ 6.9 درجات. فبرضه صلاح احد نجوم المباراه، او ان لم يكن هو النجم الابرز يعني. طيب فينالدو نجم وزميل صلاح السابق في ليفربول ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، يعني هنأ محمد صلاح بعد وصوله ل 100 هدف مع ليفربول في الدوري، وقال تهانينا لمو بهذا الانجاز العظيم. فان شاء الله يستمر محمد صلاح، عامل موسم ممتاز حتى الان، 6 ماتشات 5 اهداف، وهداف الدوري مع ميكائيل انطونيو نجم هجوم ويستام اللي بيتالق هذا الموسم ايضا. فان شاء الله لو خد كمان هداف الدوري في وجود لوكاكو ووجود كريستيانو رونالدو هتبقى حاجه كبيره جدا جدا. خلينا نروح لحساب اي بي ال وورد على تويتر، واللي بيقولوا احصائيه ممكن تكون سلبيه النهارده في المباراه اللي ابتدت من دقائق ما بين توتنهام وارسنال، واللي قالوا لو فشل ارسنال في التسجيل اليوم فانه سيمتلك هدفين فقط بعد 6 جولات في الدوري، وده ما حصلش. أسوأ رقم للنادي من امتى؟ من موسم 1910-1911، يعني من اكثر من 100 سنه، فهتبقى حاجه صعبه جدا يعني. هم فازوا ماتشين الاخاره بالنسبه لهم في الدوري بنتيجه 1-0، فعندهم هدفين بس في الدوري. اخر اول 3 ماتشات في الدوري خسروهم كلهم، ما احرزوش ولا هدف. حساب يلا كوره على تويتر بيقولوا ان موسم ممتاز بيقدمه برايتون، دي حقيقه. النهارده برايتون لو كسبوا، هم هيلعبوا بكره تحديدا، مش متذكر هيلعبوا مع مين، لو كسبوا بكره هيبقوا ووصلوا للنقطه رقم 12 او 13 لان هم عندهم 10 نقاط. فبالتالي هقول لكم حالا دلوقتي برايتون عندهم بالظبط 12 نقطة. لو كسبوا يتصدروا الترتيب، فبالتالي ده امر هيكون مميز جدا بالنسبة لهم في هذا الموسم، لان هم بصراحة بادئين بداية ممتازة. ماتشهم بكرة هيكون مع كريستال بالاس في ملعب كريستال بالاس، ف المباراة هتكون صعبة بكل تأكيد، لكن لو كسبوا يتصدروا بطولة الدوري مع ليفربول، أو هيتخطوا أعتقد كمان ليفربول بفرق نقطة. تعالوا الخبر المهم ده كمان من APL World على تويتر، واللي بيقولوا إن عاد كل من ليونيل ميسي وماركو فيراتي، اتنين تقال قوي. ميسي طبعًا لا غبار على الجزئية دي، رغم إن هو حتى الآن لسه ما لحقش مع باريس سان جيرمان، ظروف الإصابة، ظروف كمان الماتش الأولاني الأساسي اللي لعبه مع فريقه في الدوري الفرنسي اتصاب وطلع، او مش اتصاب يعني كان قرار من بوكوتينو المدير الفني. وفيراتي كمان لاعب تقيل قوي في نص الملعب، بيرجعوا للتدريبات وبيعلنوا جاهزيتهم بنسبه كبيره لمباراه مانشستر سيتي في الشامبيونز ليج، مباراه مرتقبه هتكون امتى؟ هتكون يوم الثلاث، فمباراه اكيد هنتابعها بشكل كبير. في نفس اليوم هتبقى مباراه صلاح مع بورتو، ليفربول وبورتو للاسف ممكن يكونوا في نفس التوقيت كمان، اكيد هيكونوا في نفس التوقيت. ف نتمنى التوفيق لصلاح، واكيد هنستمتع برضه بهذه المباراه. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم ومشاركاتكم على سؤال الحلقه اللي بيتعلق برايك المبدئي في ميكي سوني لاعب النادي الاهلي الجديد بعد مباراتين خاضهم مع الفريق. فنبتدي بوليد رجب المفروض يعني، واللي قال ان الحقيقه
كويس وهيظهر اكتر لما الفرقه تفوق ويكون كل اللاعبين في مستواهم الحقيقي. المفروض تسال على احمد عبد القادر، كان مستواه رائع جدا. احمد عبد القادر احنا عارفين اصلا مستواه يا وليد، والناس كلها عارفه مستوى طبيعته مع سموحه. كده احنا بنتكلم على ميكيسوني اللي احنا شفناه ماتش او اتنين مع سيمبا بحكم طبيعتنا المباراه مع لما كانوا بيلعبوا النادي الاهلي، فبالتالي بناخد الراي المبدئي بالنسبه للجمهور. خلينا كمان نروح لشعبان حامد واللي قال لاعب مبشر جدا مع الوقت والانسجام هيكون مستقبل النادي، تحركات وكنترول لاعب ممتاز. خلينا كمان ناخد محمد طلعت واللي قال لاعب كويس ومهاري ومتحرك جدا بس عنده عيب لازم يشتغل عليه وهو دقة التصويب على المرمى، لازم يتمرن كتير على التصويب. بالمناسبة أحرز أهداف كتير جدا مع سيمبا بالتصويب على المرمى، فممكن بس هي حتة الثقة يعني تكون موجودة عنده مع توالي المباريات مع الفريق بإذن الله تعالى. نتمنى له كل التوفيق هو وزمايله سواء الجدد أو القدامى في فرقة النادي الأهلي. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، سلام.